بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 108. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية، في باب العارية، ووقفنا عند قوله: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قوله: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. هذا إذا تلفت في غير ما استعيرت له، فإنه يضمنها مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والعارية أمانة عند المستعير، فإذا تلفت بغير ما استعيرت له فإنه يضمنها، وتكون القيمة ويكون الضمان بقدر قيمتها يوم تلفت، لأنه وقت المطالبة، لا بقيمتها يوم أخذها من صاحبها. فلو اختلفت القيمة في الحالتين، حالة قيمتها يوم أخذها وحالة قيمتها يوم تلفت، فإنه يضمنها بقيمتها يوم تلفت، لأنه هو وقت وجوب الضمان ووقت المطالبة. نعم. قال: ولو شرط نفي ضمانها. ولو شرط المستعير على المعير نفي ضمانها، لأن فلا يسقط الضمان، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط. هذا المذهب. وقيل يسقط بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم. قال: وعليه مؤونة ردها. على المستعير مؤونة رد العارية إذا احتاج ردها إلى مؤونة، لأن ذلك من تمام الرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فدل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، دل على لزوم مؤونة الرد، لأن ذلك تابع للرد، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال: وعليه مؤونة ردها للمؤجرة. وليس على المستأجر مؤونة رد للمؤجرة، العين المؤجرة، لأن المستأجر لا يلزمه رد العين المؤجرة، بل إذا انتهى عقده عليها فإنه يتركها في مكانها ويأتي صاحبها ويأخذها، وذلك بأن يرفع يده عنها. نعم. ولا يعيرها. المستعير لا يجوز له أن يعير العارية، لأنه لم يؤذن له بذلك،
فلا يعيرها لغيره، لأنه إنما أذن له هو فقط. نعم. قال: فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. إذا أعارها لغيره فتلفت عند المستعير الثاني استقرت على المعير الأول قيمتها، لأنها استقرت على المستعير الثاني قيمتها لأنها تلفت في يده. نعم. قال: وعلى معيرها أجرتها. وعلى معيرها الثاني أجرتها للمعير الأول، يعني عليه قيمتها إذا تلفت في يده، وعليه أجرتها للمعير الأول، لأن يعني لمالكها، لأنه سلطه على إتلافها. نعم. قال: ويضمن أيهما شاء. نعم، لما تلفت العارية عند المعير الثاني، وقلنا إن المستعير الذي أعارها، المستعير من صاحبها، إذا أعارها لغيره أن ذلك لا يجوز له، لكنه فعل ذلك، فيكون هذا من باب التعدي، فتجب القيمة على المستعير الذي تعدى، وترتب على ذلك تلف العين، فإن القيمة تجب على من تلفت بيده، وهو يرجع على من أعارها له إن كان غير عالم أنها عارية، بل ظنها ملك لمن أعارها له، يرجع عليه لأنه غره، وإن علم أنها عارية عنده فإنه لا رجوع له، لأنه دخل على بصيرة. فإذا يكون عندنا ضامنان: المعير المستعير من المالك، والمستعير من المستعير، وما المالك يضمن أيهما شاء، فإن ضمن الأول لم يرجع على الثاني، وإن ضمن الثاني رجع على الأول فيما إذا كان غير عالم بالواقع. نعم. أثابكم الله. قال: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. إن أركب شخصا منقطعا عن السير، وجده في الطريق وقد انقطع لتلف مركوبه، وصار يمشي على قدميه، فأركبه على دابة، ثم إن هذه الدابة تلفت، لم يضمن الراكب، لأن يد صاحبها عليها، لأن المالك يصاحبه ويمشي معه، فيده على ملكه، فلا يضمن الراكب حينئذ، لأن المالك هو الذي طلب ركوبه تقربا إلى الله، ولأن يد المالك لم تزل على المركوب، وراكبها لم ينفرد بحفظها، فهو كالرديف والوكيل. نعم. المقصود بالمركب في قوله: وإن أركب منقطعا، المركب هو المالك أو المستعير يا شيخ؟ المركب هو المالك. نعم. قال: وإذا قال آجرتك، لأن إركابه للمنقطع نوع إعارة، إركابه للمنقطع نوع إعارة، ولكن المستعير هنا لا يضمن ما تلف تحت يده، لأن المعير معه ويصاحبه، فيده على العارية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإذا قال آجرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. إذا قال أجرتك هذه العين، لأن الإجارة عقد لازم،
وقال الطرف الثاني بل أعرتني، لأن العارية عقد جائز. أو بالعكس قال صاحب العين أعرتك إياها، فيكون العقد غير لازم. وقال من هي بيده بل أجرتني إياها، لأن لأجل أن يكون العقد لازما. فإن كان لم يمضي وقت عقب العقد، لم يمضي وقت عقب العقد، فإنه يقبل قول مدعي الإعارة، سواء كان المدعي هو المالك أو المدعي من هي بيده، لأن الأصل عدم الإجارة، لأن الأصل عدم وجود عقد الإجارة. نعم. قال وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. أما إذا كان هذا الاختلاف في نوعية قبض العين بين المالك وبين من هي بيده، واحد يدعي الإعارة وواحد يدعي الإجارة، بعد مضي مدة فإن للمالك أجرة المثل، يعني لا تثبت الإجارة لأن الأصل عدمها، ولكن يكون على من هي بيده أجرة المثل لفوات المدة على المالك بدون فائدة. نعم. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلفا في رد فقول المالك. هذه مسائل. إذا قال من هي بيده العين أعرتني إياها، قال صاحبها بل غصبتني إياها، لأن العارية ليس فيها ضمان، والغصب فيه ضمان. فإن كانت العين باقية، العين التي حصل فيها النزاع باقية، فإنه يقبل قول المالك، يقبل قول المالك سواء ادعى الإعارة أو ادعى الغصب، بل إنه يدعي الغصب من أجل الضمان، فيكون القول قوله في هذا لأنه غارم. أو قال من هي بيدها أجرتني، قال المالك بل غصبتني إياها، فإنه يقبل، والعين باقية، فإنه يقبل قول المالك لأنه غارم في هذه الحالة، فيقبل قوله. أما إن كانت العين تالفة، إن كانت العين تالفة، فإنه أيضا يقبل قول المالك، لأنه مصدق في هذه الحالة، لأنها لا تذهب عليه هذه العين بدون ضمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الغصب. الغصب في اللغة، الغصب هو أخذ أموال الناس ظلما، هذا هو الغصب. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فالغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، والغصب محرم لقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والظلم حرام بجميع أنواعه، ومنه الغصب، قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لقوله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فحقوق الناس يجب احترامها، ولا يجوز أخذها منهم بغير رضاهم أو الاستيلاء عليها ومنعهم من الانتفاع بها، لأن هذا ظلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذا هو تعريف الغصب، هو الاستيلاء بأي نوع، يعني وضع اليد على الشيء بحيث يمنع مالكه من الانتفاع به حتى ولو لم ينتفع به الغاصب. منعه لصاحبه من الانتفاع به هذا غصب على حق غيره. أما استيلاؤه على حقه فهذا هو مقتضى الملكية، وهذا ليس فيه ظلم لأحد، وإنما على حق غيره قهرا، أي بغير رضاهم. فإن كان برضاهم فلا بأس. بغير حق، أما إذا كان الاستيلاء على حق الغير بحق كولي اليتيم وكالحاكم الذي يبيع أموال المماطلين ويسدد ديون غرمائهم منها إذا طالبوا بذلك، فإن هذا استيلاء بحق وليس هو غصب. نعم. قال: من عقار أو منقول. نعم، يكون الغصب على العقار وهو الأراضي والبساتين والدور والدكاكين، ويكون على المنقولات من الثياب والسلع والحبوب والثمار والدواب وغير ذلك، فلا يختص الغصب بالأشياء الثابتة بل يشمل المنقولة أيضا كالأثاث والحيوان والشجر والزرع وغير ذلك. نعم. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. نعم، كذلك لا يجوز الاستيلاء على المختصات الاختصاصات مثل الكلب الذي يقتنى وهو كلب الصيد أو كلب حراسة الماشية أو كلب الزرع الذي يحرس المزرعة، فلا يجوز لأحد أن يغتصب هذا الكلب الذي ينتفع به ويؤذن بالانتفاع به شرعا، لأن هذا ظلم.
والشارع رخص باقتناء هذا الكلب، فلا يجوز لأحد أن يستولي عليه ويمنع صاحبه من الانتفاع به، لأن هذا ظلم. أما اقتناء الكلاب عموما غير هذه الثلاثة فإن هذا حرام ولا يدخله الغصب، لأن صاحبه الذي أمسكه ليس مأذونا له شرعا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وبعض الناس يقلد الكفار فيتخذ في بيته كلبا أو في سيارته، لأن الكفار من عادتهم أنهم يقتنون الكلاب ويصاحبونها ويعتنون بها كأنها من بهيمة الأنعام، وهذا حرام إلا ما استثناه الشارع. فيجب التنبه لمثل هذا وتجنب هذا التقليد الأعمى، لأن المسلم لا يجوز له أن يقتني الكلاب إلا في حدود ما رخص به الشارع الحكيم، حيث رخص في اقتناء الكلب للصيد. قال تعالى: مكلبين تعلمونهن، قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وكذلك اقتناء الكلب لحراسة الماشية التي في البر، أو اقتناء الكلب لحراسة الزرع، حراسة المزرعة، فهذه رخص الشارع اقتناء الكلاب من أجلها، لأنها مصالح عظيمة، والكلب فيه منفعة لحراسة هذه الأشياء. أما اقتناء الكلاب من باب تقليد الكفار من غير حاجة من هذه الحوائج التي رخص فيها الشارع فإنه محرم ولا يجوز. أو غصب خمر ذمي، والذمي هو الكتابي اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي عقد معه العهد على أن يدفع الجزية ويترك على دينه أو يعيش في بلاد المسلمين، هذا هو الذمي. وإذا كان يستعمل الخمر فهذا مما يستبيحونه هم، فيتركون عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين، وإنما يستعملونه خفية. فمن غصب خمر الذمي فإنه يجبر على رده إليه، لأنهم يقرون عليه ولكن لا يتظاهرون به في بلاد المسلمين، فيلزم الغاصب برد الكلب الذي رخص الشارع في اقتنائه على صاحبه، وأيضا برد الخمر، وإن كانت الخمر محرمة لكن أهل الذمة يستبيحونها، وقد عقدنا معهم عهدا على أن نتركهم على ما هم عليه في مقابل دفع الجزية، لكن يردها عليهم وفاء بالعهد إلا إذا تظاهروا بها وأعلنوها في بلاد المسلمين، فإنهم لا يقرون على ذلك. نعم. بالنسبة لقولك شيخ في ما رخص الشارع من استعمالات الكلب، هل يدخل فيها الكلاب البوليسية لأن لها حاجة؟ إذا ثبت أن لها خاصية في الوصول إلى المطلوب، إلى إثبات القرائن والتهم، فلا بأس بذلك، لأن هذا لا يقل عن فائدة الحراسة. نعم، جزاكم الله خير. قال: ولا يرد جلد ميتة. جلد الميتة، الله جل وعلا حرم الميتة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة
والتحريم يشمل جلدها وجميع أجزائها، إلا أن الشارع أذن باستعمال جلد الميتة إذا دبغ، ولكن كلام المصنف هنا يدل على أنه لا يرده سواء دبغ أو لم يدبغ، لأنه جزء من أجزاء الميتة والواجب إتلافه. والصحيح أنه إذا دبغ أبيح استعماله في اليابسات والمائعات، لأن الدباغة تطهره، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن هذا جلد ميتة قال يطهره الماء والقرض. مر على شاة ميتة يجرونها فقال هل أخذتم إهابها، يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال يطهره الماء والقرض، أي الدباغة. فعلى هذا إذا أخذ جلد الميتة المدبوغ فإنه يجب رده، لأنه أصبح مالا ينتفع به وزالت عنه الحرمة. أما إذا كان قبل الدبغ فإنه لا يرد، بل يجب إتلافه لأنه نجس. نعم. قال وإتلاف الثلاثة هدر. إذا أتلف الكلب الذي يقتنى شرعا، أو أتلف خمر الذمي، أو أتلف جلد الميتة، فإنه هدر، أي لا قيمة له. فإنه هدر أي لا قيمة له. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.